خيك موضوع مكانة المرأة الصحراوية في مجتمع البيضان موضوع شائك ومتشعب، ذلك لأن الأمر يحتم علينا مقاربة سوسيولوجية وأنثروبولوجية وثقافية، لكون الدراسة تخص مكونا داخل تنظيم ثقافي معين. زد على ذلك طبيعة المجتمع الصحراوي تتشابك فيه الخصوصيات والمميزات كما تنذر فيه الدراسات والأبحاث. في المخيال الاجتماعي والثقافي البيضاني تحتل المرأة مكانة متفردة، وذلك عبر عدة أنساق من الممارسات الاجتماعية والثقافية. السؤال المطروح هنا وهو كيف أو ما هي الأصول التاريخية والثقافية لهذه المكانة من داخل مجتمع بدوي سر تسيطر عليه الأعراف والتقاليد بشكل كبير، وهو ما يتناقض مع الليونة التي تعامل بها المرأة الصحراوية. لو عدنا بالتاريخ إلى الوراء زمن الفتوحات بالضبط، نجد أن مجتمع البيضان مجتمع أمومي تتمتع به المرأة بدور القيادة وتخوض المعارك والحروب وتتولى زعامة العشائر والتجمعات القبلية، وهذا بالضبط ما تحدث عنه الجغرافي الفرنسي كاميل دوز حينما وصف وضعية المرأة في المجتمع البيضاني بقوله: سنجد قواسم مشتركة بينها وبين المرأة الأوروبية في وضعيتها الاجتماعية كما سنتها مؤسساتنا. وذلك يعني أن مجتمع البيضان استطاع أن يحجز مكانة متقدمة للمرأة منذ زمن بعيد، وهي المكانة التي تحاول المجتمعات الحديثة الوصول إليها بالرغم من كونه ينتمي إلى نسق المجتمعات البدوية المحافظة. وعلى الرغم من أن المنطقة عرفت قيام حركة المرابطين ذات الأهداف الدينية، إلا أن تأثيرها على الناحية الاجتماعية لم يحرف التقليد القائم بمنح المرأة مكانتها المقدسة التي لا نجدها داخل المجتمعات ذات الخلفيات الثقافية المختلفة سواء العربية أو غيرها من الجنسيات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولاً، عندما نتحدث عن المرأة المغربية والمرأة الصحراوية بالخصوص، نتكلم على نقولوا المرأة الملكة، لأن مجتمع البيضان ومجتمع الصحراء نعرف فيها لا نقول إحنا خسارة الطفلة من صغرها إلى أن تعود في بيت زوجها، تجبر نوع من الدلال أن بالفطرة احترام المرأة الصحراوية في مجتمعها ممنوع أصلا يتم تعنيفها أو معاملتها بقساوة. هذا اللي كبرنا إحنا تي والفنا، جبرنا مجتمعنا وأبايتنا أخوتنا، حتى منين تعود تقيس بيتها نفس المعاملة يالتها تجبر.